ادعو فريق تشيشي يقترب شويه. شوف اش جا من المجموعه ديالك سي الدواس صعوبه تقدم سي الناس، كذلك قدماء شباب حتى هما يتقدموا. قدماء جمعيه رجاء بني مكاده على المبادره لانهم كذلك نجاح واللي كيتسمى كيأكد النجاح ديال التظاهرة هو هذا اللمة الرياضية ديال الوجوه السعيدة. يعزي الإنسان أنه يشكر الاسم ديال كل واحد خط أنني ننسى ويحصل لي شرف أنني خط أنني سقط شي واحد من الإنسان ديال تم الحضور ديالهم كاملين إن شاء الله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اذا اولا وقبل كل شيء نبدو ان نشكر الجميع اللي تمنوا هذا التظاهر الرياضي. نشكر كذلك الاخوان الاعلاميين اللي كيساعدونا الجمعيات الرياضيه يشرفونا كذلك يشرفونا ان نحضروا معكم وكنساو شي اخوان ناسي توفيق وناسي الزامي. اذا الاخوان سي عبد العزيز خياط كذلك ما نساوهاش ما كنساوهمش وجميع الاخوان، ولكن كنأكد على اننا حنا في مدينه طنجه ملي كنعملوا للتفيض كنتجوا شي حاجه اللي جميله الحمد لله شفنا اشياء جميله شفنا نجاح، ولكن كملاحظه الحمد لله انا كنشوف بعض الاخوان باقي يمكن انهم يلعبوا في القسم الوطني الثاني. انا كنحتفل بالبنيه الجسديه ديالهم الحمد لله ما كاينش شفاء كاين اللي غليط علينا في القسم الوطني الثالث والظاهره ما تلقاش. نحيوا جميع الوجوه اللي حضروا معنا ونمشي مباشره وكنتمن واحد المبادره يمكن انني تاثرت بها كثير بزاف وان التفاعل اذا كان التفاعل رياضيا من اجل المشاركه مع اخوان جمعيه قدماء رجاء بني مكاده فكذلك كاين اخوان اللي شاركوا في التظاهر النبيل الانسانيه تجاه الصديق المرحوم سعيد تحرش اللي كنترحموا عليه في هذه الايام هذه المباركه وكذلك على السي العربي محمد البريسي وجميع الاطر اللي فقدنا هذه السنه هذه ونتمناو ان دخل عليهم المغفره ورحمه الله سبحانه وتعالى في هذه الايام المباركه. وغوكا وغادي مباشره الى حفل التتويج وغادي نقول قبل ما نمشيو كذلك غادي نجيو نعيط الاخوان ديال اللجنه التنظيميه هما ما بغاوش يجيو ولكن تصفيقات حاره اللجنه التنظيميه ولا سي فؤاد ولا سي محسن ولا سي محمد كشطاره معاهم كذلك كادوا معاهم واحد مجموعه الاخوان وما خجلانين خصكم تعليو راسكم لان حنا خصنا ننحنيو امامكم حنا خصنا ننحنيو حداكم لان العمل اللي قمتوا به عمل كبير. جمعتوا هذه الاخوان في هذا اليوم المبارك جمعتوا لها الاوتو حنا والتصفيق ديال الاخوان هو دليل. سي محمد كشطاره حشنا بالشفا حتى كل شيء قالوا سي محمد قالوا سي فؤاد قالوا سي رشيد قالوا سي محمد لان هذا حق سي محسن سي حكيم هذا حقكم ثقات حره هذا حقكم هذا اذا غادي نجيو مثلا النتائج رتبه سادسه كانت الزملاء ديالنا والاخوان ديالنا في برجيليا بيكنيك مولمبيك رتبه السادسه رتبه ودعي كذلك سي جمال ولا يعلم يوسف اذا كان عيطنا سي عبد الرحمن اسود رئيس وداد طنجه ومعاه كذلك عبد الباري سي عبد الباري رئيس مغربي
يسلم الكاس وواحد يسلم الشهادة. قدماء وداد طنجة، أدعي ممثل قدماء وداد طنجة، هذا متعدد الهوية مع قدماء رجاء بن مكدة، مع قدماء اتحاد طنجة، إذا الإخواني باش لا نبخس الأشياء لبعضها، والحديث كيجي من الآخر، فاحنا اليوم ضيوف عند رجاء بن مكدة أو رجاء قدماء بن مكدة. كاين اللي غادي يتساءل غادي يقول شكون هو هذا المؤسس مؤسسة ومعنا، تحية حارس أحمد عمرو المؤسس رئيس مؤسس. كذلك ما نساوش أنها من فراغ كنت خدمت بيناتي عندنا جوج ديال الأسماء، عندنا ولكن جوج الأسماء يمكن أنه حقوا الريكورد، واحد أكد منها بالكاف الإفريقية حكيم الدودي قبل اتحاد طنجة، سجل دقيقة 27 ثانية المباراة في كأس الشبك الإفريقي مع الوداد، والوداد طنجة وحارس الأساس محمد كيستار الله يرحم والديك. السي محمد كيستار إلى أن تكون جامعة، ما نقوله هو دليل بالحجة هو أنه استطاع يحافظ على الشباك ديالو فارغا من الأداء، 100,184 دقيقة. إذا هادو كان اللي كانوا من جوج ديال، إذا حنا عندنا أهرامات ديال الكرة، إذا غادي نشوفوا السي عمر غادي ندعي واحد السيد هو كيبغي يتخبع ولكن غادي ندعيه، لأن غادي ندعي ابنه تفضل معايا السي الشريفي. هو الابن ديالو هو الصحفي كذلك، والابن ديال سيدي الشريفي كذلك اللي غادي يسلمو. إذا شبه الكاس الشهادة غادي الشهادة سي عبد الخالق الصمادي، تفضل سي عبد الخالق الصمادي. هو كان فيه نوع من ما يعرف بالقيم الرياضية كرة القدم، لي فالور دو فوتبول، إخوة ديال الجمعية بغاو يطبقوها وتنازلوا على الرتبة الثالثة تكريما لقدماء لاعبي اتحاد طنجة. الأشياء هي اللي كنقولوها، وغادي تسلموهما الرتبة الرابعة. تفضل عبيد فريق قدماء رجاء بن مكدة، تفضل السي رشيد، وغادي تقدم معايا السي العربي مالك اللي تنازلتو على الرتبة، وكذلك يتقدم معايا السي عزيز الصمدي، تفضل السي عزيز الصمدي. وغادي نوقفوا الرتبة الثالثة والثانية، ولكن في هذه اللحظة غادي نقدموا واحد تذكار، واحد انسان كان عزيز علينا كذلك ما بقاش معنا، هذه سنة الله الحياة، عش 2000 أو 2000 فلا بد من يوم تسير فيه القبر صاحب ما شئت فإنك مفارق. واحد من الوجوه الرياضية لعدة الأشياء الكبيرة للرياضة، ونعيط على فيصل مستر ابن ديال السي العربي مستر، تفضل سي فيصل. تفضل سي عبد الرحيم. كذلك تذكار خاص بالمرحوم سي محمد البريسي. اينو بعلاه سي الشقر، تفضل سي الشقر، تفضل سي جعفر. هذا واحد صحيح اراد ان يمكن انه شويه ولكن ندعو الاخ الاكبر للتحوش، تفضل سي جمال. وتفضل أجنة وأميرة، تفضل أبنتي أميرة، وتفضل معايا اللجنة التنظيمية، تفضل اللجنة التنظيمية. ولكن تفاجأت أنها تفاعل إيجابي، ولا يجعلني أنني نقوم بها، ونتمنى أنها تعاود وتتكرر. هذا خير. لا تخلي
خليكم 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 الاخوان ولا نعيكم توقفوا وتصفقوا لهم لان جمعوا واحد المبلغ مالي ما غاتدخلوا اللي كنقولوا ومبلغ مالي محترم والاشياء اللي خصها يكون دائما معاك وما تسعى فيها ونخلصنا نصفقوا على هاد الناس وهاد الناس اذا فرحوا هاد الاسره فرحوا بنيتها في هاد اليوم هذا المبارك كنشكركم حاضرين معنا من جمعية قدماء رجاء بن مكادة كذلك الأصدقاء ديالهم اللي ساهموا معهم مشكورين الروح الرياضية واحد اللاعب دائما هو مثالي سواء ولكن هو زايد ماشي المثالية قال لك جونتي سي فيا تخو جونتي سي في بلاص هما كيعرفوا هذا ولكن حنا كنعرفوا الحمد لله انسان نابل وعنده في روحته رياضية تصفيقات حارة على سيف الدين دايم جمعية قدماء لاعبين اتحاد الطرف هو روح رياضية داخل الميدان وخارجه ونزولا عند رغبة لجنة المنظمة لهذا التظاهرة سلمها يسلم له الشهادة بناء على الرغبة ديالو الأستاذ قيس الحراتي هو رياضي وأستاذ في مركز تكوين رجال التعليم أحد المساهمين بعد كذلك شهادة تقديرية من لجنة منظمة الحق السيد عبد اللطيف زكوت سي زوبير تقدم سي زوبير كنشكر الحكام وأبو حسين جمال تفضل جمال جمال تيشي تفضل إذا من خلال نشكر الحكام حكم الدولي حكم الدولي شنو خاصو لا باقي هذا ديال الحكم تاع الشهاده جمال تسلموا البيت ديال سي محمد ابدي والنيابه تفضل تفضل سي فؤاد من اللجنه التنظيميه يسلمها السيد رئيس فريق شباب بن ديبان تفضل سعد الواحد تفضل سعد ريس لقينا بواحد مجموعة ديال اللاعبين واحد مجموعة ديال الوجوه سي عبد الله الشما تقدم تفضل اه سي عبد الله ودابا الفريق سي عبد الله تبدلت على الموانع يا خو جا كيقول لي قدمنا سي عبد الله إذا واحد الشهادة التقديرية للسيد محمد عابد محمد عابد لازم لازم عبد الله أسي جمال عرف عندك مباراة لجنة السلام عليكم اولا باسمي وباسم الجميع كنشكر على جزيل الشكر من الشخص اللي قدم الكثير خصوصا يعني حاول انه يجمع اجيال اللاعبين ديال فريق رجاء كان امتداد هو فريق رجاء بني مكادة فطبعا نشوف بحراره كل اقتدار واحترام اجلالا وتقديرا لهذا الشخص السيد احمد عمرو كنشكر جزيل الشكر باش ما نطولش على الجميع اولا يكفينا افتخار واعتزاز حنا يعني كاسره طنجاويه تواجد الان مع الوجود
هو كرة القدم والقطب. من يعتقد على أننا سنكون فاشلين يعني في كل تظاهرات فهو خاطئ. فهذا ميساج الآن إلى الجميع أنه يظن على أن الجمعية هدفها غير رياضي أو غير أخلاق الإنساني فهو خاطئ. يكفينا حضور سي حسن أجمي من كبار الأطر والمؤطرين السلفيين الأكاديميين سي بن طالب سيف الدين الجميع الجميع فنشكركم وكذلك الجمعية ديالنا تشكر الجميع ونشكركم وما يدعون إن شاء الله الجميع وشكرا. أنا لازم تسمع كلكم تبارك الله عليكم يعني في القمة صراحة. بداية سي محمد بن طالب سي جعفر كيك سي زيد الدين يابس عبد الرحيم كمراوي سي يعني سي عزيز زكريف أكيد بعد الإخوان حضروا معايا في إذاعة المنار من العاصمة بروكسل هو العميد الأدوم سي زيد الدين سي عزيز زكريف الرياضية. واحد اخر خليك ذكر الجماهير ولكن قبل ما نذكر الجماهير نرحموا على السي سعيد الدحروش محمود النار هذا الى ايام مباركه احنا على ايام قليله جدا غادي يدخل علينا عيد الاضحى المبارك عيد مبارك سعيد للجميع الأمة الإسلامية. فهاد الأخذات ذكرني من بروكسل قال لي الكلمة اللي قلت سي الدين كان معايا في راديو المباشر 780 ألف ديال البشر الجالية المغربية بروكسل غادي نقول مسلم غادي نقول سي حكي مخدم باش نذكر بها سي عزيز سعيد هو معنا هو من الآن لا إله هاد الكلمة هادي دايما كنقولها في البرامج الرياضية لكل مقام مقام ولكل زمان دولة ورجال ولكل حكاية لا بد من بداية. قصتنا اليوم تبدأ من مدينة طنجة عروس الشمال مفترق البحرين الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي قصة طويلة جدا حتى لا أطول عليكم وأشكركم كثير الشكر كتمنى هذا الدور يتكرر فصراحة وجوه طيبة وجميلة جدا بالمناسبة أشكركم جميع أشكر السي رشيد حديثي اللي هو صحفي قدير وكنشكره كثير أشكر الإخوان كلهم نسيناهم الأسماء ديالهم فمعذرة شكرا جزيلا قد نزلت الكؤوس لأن أبقتنا رتبة ثالثة قدماء لاعبي اتحاد طنجة قدماء لاعبي اتحاد طنجة في الحج كبراوي محلي
الماء. الشهادة يسلمها السي محسن دينامو ديال اللجنة التنظيمية. الإخوان ولكن كلمة ما بغيت نسلم السي حسن، إذا بغيت نخليكم من هنا حتى الصباح. تقدر يدير معايا. أجي 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 إذا بغيت نخليكم من هنا حتى الصباح. غنعطي السي حسن يتكلم فقط. شرف الإخوان أنك تسلم السي محسن كذلك سلم الشهادة. إذا خذوا واحد الصورة تذكارية. إذا اللحظة اللي كنتمناها تكرر دائما الإخوان، وهذه أحد المغادرات النبيلة. سي حكيم كيعطي واحد الهدية، تفضل عمو. إذا هذا هو المشروع، وهذا الشيء هي الأشياء اللي كنتمناها تكون عندنا في الملعب. شكرا يا الحضور الكريم، شكرا للعضو، شكرا للعضو الإقليمية، شكرا لجمعية قدماء لاعبي اتحاد طنجة، شكرا شباب في الدماغ، شكرا جدا، شكرا رجاء. Hayır.